اخبارك؟ طيبين، وضعكم بخير يا رب، كده ان شاء الله يرفع عنا البلاء والوباء ان شاء الله رب باذن الله. احنا طبعا محل على فسحانينا بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني قادرين هذا بفضل الله. بالنسبه للاسعار هي نفس اسعار السنه اللي فاتت بالظبط، هي ما حبيناش ان احنا نزود حاجه على الاسعار، الناس الاكتفاء الناس فيهم يعني، ما حبيناش ان احنا نزود حاجه بفضل الله، وقلبنا على قلب بعض يعني. وبالنسبه للجوده بفضل الله سبحانه وتعالى، الجوده اللي هم متعودين عليها واجود ان شاء الله باذن الله كمان السنه دي. بالنسبه للاسعار الرنجه السنه دي تتراوح من 40 ل 50، والفسيخ اسعاره ممكن يعني 160 170 180 حسب الاحجام، او 150 كمان برضه لو حجمه صغير شويه. بالنسبه للسردين هو نفس اسعار السنه اللي فاتت 70، والملوحه من 150 ل 180 حسب الاحجام برضه. برضه غريب جدا يعني اللقب في عون الناس السنه دي، مش طبعا اللقب في عون الناس على اساس طبعا الاحداث اللي بتحصل حوالينا. معظم الناس طبعا يعني 80 90% من الناس كلها خايفه تنزل من بيوتها اصلا. دي زي ما حضرتك شايف كده، بالنسبه للكمامه وبالنسبه لل 100 جنيه بنحاول طبعا. هو بفضل الله سبحانه وتعالى كده كده الملح قاتل لاي جراثيم واي ميكروبات، بفضل الله سبحانه وتعالى دي نعمه من ربنا علينا. الفسيخ نفسه يعني مش عشان دعايه للفسيخ ولا دعايه لنفسي، هو بفضل الله سبحانه وتعالى قاتل البكتيريا، قاتل لكميه ميكروبات في الجسم رهيبه بسبب الملح اللي موجود داخل الفسيخ او السردين او الملوحه او الرنجه. فمن فضل الله سبحانه وتعالى كده كده اصلا يعني المحل كله متعاقب بفضل الله، وفضلت المحل زي ما انت شايف الحمد لله رب العالمين. انا من يوم ما حصل الفيروس ده لغايه النهارده انا مطمن، حاسس ان ربنا شايلنا بخير لمصر او للعالم كله ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله كل سنه طيبين.